السلام عليكم. باش نوضح هذه الفكره باك خاطي الواحد المتخلفين اللي راهم يتكلموا في المواقع وفي القهاوي وفي الطريق وفي التروطوار وفوق الحجر وتحت الشجر، الناس هذوك اللي كرموا هذاك العبقريين واللي جلولاني في الباك وقالوا بلي هذوك الناس بلي راه اذا حبت تركب الموجه ودارت البوز وراه يدير في بليسيتي وكذا من هنايا. يعني قبل ما ندخلوا في النوايا تاع هذوك الاشخاص اللي كرموا هذاك الانسان، حبيت نقول لكم بلي انتم حسادين وغيورين. وثانيا هاد الناس هادو ما كرموا العلم، يعني هذا الانسان هذا يا فاز في العلم وكرموه. يعني انا بالنسبه لي حاجه مليحه، باسكو علاش نتوما راكم موالفين نشوفوا كرموا غير في المغنيين ومغنيات ومؤثرين ومؤثرات اللي خسروا لكم ولادكم وخسروا لكم نساكم وكذا، وفي اللاعبين وهادو كلهم ما قدموا والو للمجتمع، يعني ما قدموه ما والو، بالعكس غير التخلف. ويعني ولادنا راحوا ناس طالعه وحنا هابطه. يعني انا نشوف لانه الناس هادو ماشي اللي مارسوا هادو ما هما راهم كرموا العلم وحاجه تحفيزيه للشباب، يعني مصابي بليزير. يعني احنا ماذا بينا غدوه الشباب هادو ما كيشوف لانه غدوه ان شاء الله كيقرا ويدير ويعمل، يعني راح يتكرموا. كاين ناس تمد وكاين ناس دير، يعني حي يولي يعني يجتهد باش يقرا. سبحان الله العظيم، يعني انا ما فهمتش في حاجه اللي ما عجبتكمش، ما فهمتش انا. يعني انسان فاز في التعليم جا هو الاول، نتمناو ان شاء الله هذا الانسان هذا ينصبوه في بلادنا، ونتمناو شباب يجوا ثانيت. واني فرحان لاول مره في الحياه نشوف لانه ناس قيمة العلم. سبحان الله، هذا علم، هذا تكريم للعلم، يعني حاجه منيحة اول مره نشوفها انايا. انا نتمنى ان شاء الله منا والجاي انه العلم هذا يا نقدسوه ونقيموه كشعب وكدوله. ما نتمنى انا من الدوله هذه انها تقيم العلم، باسكو بلا علم يا دولة ويا شعب بلادنا ما تتطور. ما التقدم والتطور راهو بالعلم. إذا ما قدرناش العلم وما كرمناش العلم ما نتقدموش، نقعدوا دائما هكذا كيما رانا 24 شغل عندنا دوبل فوتوكوبي رانا نمشوا عليها 25 26 28 38 30 رايحين فوتوكوبي نمشوا عليها. يعني أنا نشكر هاد الناس اللي كرمت هاد الشخص هذايا، ويعطيكم الصحة وكثر خيركم وربي يرزقكم إن شاء الله، والله يجعلكم ديما غابة والناس منكم حطابة. وهذا شي تحفيزي للشباب، وانتم ما راكم كرمتوا العلم، يعني ما تسمعوش لهاد المتخلفين المتعوقين هذوما، ما تسمعوا لهمش، انتم ما راكم كرمتوا العلم. وديما نقول ونعاود إن شاء الله ديما نكرموا العلم، يعني ونقدسوا العلم هذايا كشعب وكدولة إذا حبينا تطور البلاد هذيا. وإن شاء الله هاد اللي جان وهذا الإنسان هذا اللي فاز هذايا إن شاء الله نسيبوه في البلاد وإن شاء الله ينفع لنا البلاد. والسلام عليكم، قوة الأخير.